بطبيعة الحال يعني مصنع رونو هو اليوم يستأنف النشاط نتاعو تدريجيا، وأظن بلي باش هو العودة إلى العملية نتاع تركيب السيارات يعني بالشروط التي أقرتها الدولة الجزائرية في الأيام القليلة القادمة. خاصنا سوق كبير نتاع خضرة باش ما نشروش خضرتنا غير من الأماكن اللي ما يجيبوها. هذه ما نقدرش نجاوبك يعني بالنسبة المصانع هذه، فأظن هذه تدخل في إطار الاستراتيجية والسياسة نتاع الدولة، وأظن بلي باش الحكومة ستجد الحلول المناسبة إلى مثل هكذا يعني مشاكل. نحن لم نجتمع، بل الاجتماع كان على مستوى الوزارة الأولى ووزارة الصناعة. نحن استقبلنا القائمين على المجمع في خرجة ميدانية من أجل معاينة الأرضية المخصصة لبناء المصنع في طفراوي، وكذلك يعني تحدثنا على المواكبة والتسهيلات على مستوى الولاية خاصة في الجانب التقني، وظن بلي باش يعني كل الظروف مهيئة من أجل الانطلاق في الأيام القادمة في تجسيد هذا المشروع الذي أقرته الدولة الجزائرية. قلتم أن الولايات العربية تعرف الإقلاع الاقتصادي بامتياز من خلال مشروع استثماري يعني سيكون عن حيز الخدمة مستقبلا. مشروع استثماري تعرفه ولاية العرب من الإقلاع الاقتصادي. طبيعة الحال يعني ظن بلي باش في إطار يعني العديد من المشاريع تم إعادة بعثها بعد يعني القرار اللي اتخذه السيد رئيس الجمهورية والخاص برفع القيود على المشاريع. فبعض المشاريع اللي كانت غير مكتملة وكانت يعني تعاني من بعض المشاكل أقول بيروقراطية، وكذلك بعض المشاكل اللي هي في اللي يعني المستثمرين في عدتهم لهم فيها مسؤولية. فأظن بلي باش يعني العديد من المشاريع انطلقت مع قانون الاستثمار الجديد واللي تبعته يعني الشرح اللي قدمه السيد ممثل وزير الصناعة، فأظن بلي باش يعني كل الظروف اليوم مهيئة من أجل يعني إقلاع اقتصادي حقيقي. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.